الاسم خويا ابراهيم ياك. ابراهيم بن علوش. اذا اهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناه شوف تي في اينما كنتم، مرحبا بكم مجددا من خلال هذا البث المباشر هنا دائما من مدينه فاس العاصمه العلميه للمملكه بطبيعه الحال. عدنا لكم قبل قليل، كنا مع الاسره اللي فقدوا المنزل ديالهم بطبيعه الحال، واللي درنا فيديو البارح على قناه شوف تي في، والحمد لله بفضل يعني المواطنين والمحسنين فتواصلوا معهم ووفروا لهم مسكن. قبل قليل كراو لهم واحد المحسن، كرا لهم مسكن، ما بقاوش في الشارع بطبيعه الحال. الان كنا في الشارع العام بطبيعه الحال، كنلقاو شاب اللي كيستحق منا على اننا نلتفتوا ليه. سي ابراهيم شاب عنده اسره مكونه من ثلاثه ديال الوليدات بطبيعه الحال، جوج بنيتات، وعنده الزوجه ديالو حامله، وهو كيشتغل في الشارع كيبيع القرنطيطه، معروفه القرنطيطه بطبيعه الحال. انا نقربكم منها وغادي ناخذكم في حوار مع الشاب المغربي اللي كيتقاتل مع الزمان وكيشتغل وكيحاول دائما يجيب القتل اليومي لوليداته بالحلال. غتعرفوا يعني كيفاش ابراهيم عايش، كيفاش كيحضر القرنطيطه، كيفاش كيخرج الشارع يجيب الرزق ديالو بالحلال بطبيعه الحال. فمثال للشباب المغربي اللي كيستحق الدعم والتشجيع والاحترام والتقدير. سي ابراهيم مرحبا بنا عندك. السلام عليكم. بارك الله عليك سي ابراهيم. لاباس فيك اخويا العزيز. سي ابراهيم حكي لنا على الحياه ديالك. عليك الحياه اليوميه اخويا، كنمشي نمشي نشري حمص، كنريقلو كنقيه، كنولي نحيد له ما هذا، كندير المطحانه، كنولي نطحنو، كنغربلو كنحيد منه النخاله، كنخلطو بلا، كندير سطيل، كندير شويه زعفران شويه الملح، كنخلطو كنديرو في الفرانيه يطيب ان شاء الله. كنغيب عليه واحد ساعتين ونص، كدير الوقت ديال العشيه كنلقاه واجد، كنلمدو كناخذ الفرماج، كناخذ باغيت، كنتكل على الله، كنقول يا فتح يا رزق، كيجيب الله التيسير. نعم هذه هي الطريقه باش كتحضروا. هذه هي الطريقه، هذه قرنطيطه. نعم هذه فاسيه، اللي بغى درهم كنعطيه درهم، بغى جوج دراهم كنكسكرو، جوج دراهم، ثلاثه دراهم، اربعه دراهم فرماج، بغاو الكاشر حتى هو كنديرو له. هادشي اللي كاين. نعم خويا ابراهيم، انت ما كتشتغلش فقط في القرنطيطه، قلت لي قبل قليل في الكواليس، كتمشي مع الوقت. يعني كنمشي مع الوقت، دابا مره قرنطيطه، مره عاود ملي كيجي الجو ديال الشتا ندير المدوله، كنقولو بارابلوي، كنمشي على حسب، ملي كيكون الشتا وكيكون مزايد كندير المدوله، عاد كنت كنبيع لي كارطات التليفون. نعم. المهم كنمشي مع على حسب الوقت. كنخدم. شحال عندك ديال الوليدات اخي ابراهيم؟ عندي جويجات، وهو في الثالثه في الطريق ان شاء الله. تبارك الله عليك، شحال وانت في هذا الدومين ديال القرنطيطه؟ هادي شي 12 عام. 12 عام. ولكن هادي كل ما قبل كنت عندي صنعه كوردوني، ساعه كوردوني مات، كنا كنخدم في الصباط، كنت ما قريتش بزاف، دوزت قريت شي عامين، خرجت للصناعه، كنت نتعلم صناعه، تعلمت صناعه، كنت خدام بخير، امي كان واحد السيد، شو المهم كان معاه مزيان، واحد المعلم ان شاء الله الفيزازي. كنت معاه دوزت شي 26 عام، كليت وشربت معاه خبيز مزيان، ولكن تعلمنا الصناعه. منين مشينا كنخدموا في المحلات وهذا، الصناعه بدات كتنقارض، الثمن طاح ديالها وكلشي، ما بقاش شي مصوار. نعم ولينا كنتكافحوا، كتخدم كتبقى بحال اللي كتصور جارتك، ما كديش، المهم بحال اللي متبوع، ما واش تخلص الكرا واش حتى اللي قلت صافي. كنخدم غير بحال شكل المناسبات، كتخدم هي في العام، كتخدم شهرين في الصناعه، ما كتخدمش ديما. نعم الصناعه مات. مرحبا خلي الكليان نعطي الكليان، يمكن نعطي الكليان، خلي خليك هكا اجي خويا. مرحبا. اذا متابعينا واخا تبان اذا متابعينا ومشاهدينا الكرام، انتم كتشوفوا في الشارع العام بطبيعه الحال الناس كياخذوا من عنده كيشجعوه. خويا ممكن نتحدث معك؟ ماشي مشكل. كتاخذ دائما القرنطيطه مع عند ابراهيم؟ انسان ناخذهم عنده دائما، راه كيكون في الشارع، شارع حسن الثاني هنايا، ديما كناخذهم من عنده. نعمرها سلعه. لا نعمرها سلعه. نعمرها سلعه. كيفاش دايره واش بنينه؟ كيفاش دايره القرنطيطه ديالو؟ هي مزيانه، انا الا ما كانتش من عنده راه ما ناخذهاش. انا راني شتو، انا كنت غادي هكا، وكيما شتو هنايا راني مديت لعندو، راك شتيني بقيت نتسنى. تبارك الله عليك. مرحبا خويا. مرحبا. الشاب كذلك اللي غياخذ من عنده تشجيع الله بطبيعه الحال. خويا تبارك الله عليك. تبارك الله خويا. خويا كيفاش كتجيك القرنطيطه ديال شتو؟ علاش دايرك شتيني مزيانه اخويا؟ اللي ما كياكلهاش من عنده راه ما كياكلها حتى شي واحد. نعم.
لا الجودة والمليح الحمد لله، وكيعرفوا الناس كاملين، الناس مزيان، راجل مزيان وخدام على راسه والحمد لله. الله يحفظك. إذا المتابعين والمشاهدين ماشي رامي هضر بالصح، راه شفتو وعاد جيت انايا راه ملي الفوق هاد سمح حتى شي ثلاثة ولا أربعة، ولكن دزت عنده حيت هذا ابراهيم مزيان الله يعمرها سلعه. شكرا خويا تبارك الله عليك. إذا المتابعين ومشاهدينا الكرام، سي ابراهيم مثال للشباب المغربي اللي كيشتغل كيخرج للشارع يجيب رزقه بالحلال. بطبيعة الحال هو النقا كيقول لك أنا بالنسبة للنقا أخي إبراهيم النقا ضروري، أنا كناكلها أنا الأول كنقول بسم الله وناكلها، كما كانش نقيها أنا ما نقدرش نبيعها للإنسان. هذه حاجة كناكلها أنا يوميا كنوكل بها وليداتي، ما يمكنلكش دير فيها شي حاجة. أنا إنسان كيشوفني كيخصو ياخذ، كيقول لي هذه بحال شكل مدمن بها. كاينين الناس عاوتاني ماشي انا اللي كندير حاجه مزيانه، كاينين مزيانه الاصل ديالها هي الكرانطيطا، يا شي كيقول لك من اسبانيا، شي كيقول لك دخلت من الجزائر، كل ما عارفش التصحيح بالضبط. دابا كيقول لك هي اصلها هي كرانطيطا كتسمى كيقول لك هي باللهجه الصبليونيه. وكيشي هي كاينه حتى في الجزائر كاينه، ولكن هي في وجدها هي كالان وباريده. هنا عندنا كرانطيطا، كاين كالينتي عاود في الشرق في الجهه ديال طنجه تطوان. عندهم كالينتي ورقه بحال شكل بيتزا، هي فيها بزاف ديال التصواب كلها وطريقه ديالها باش كيصرع. واخا خويا ابراهيم بالنسبه للشباب المغربي، كاينين دراري شباب اللي كيعكزوا، كاينين دراري كيعكزوا، كاين اللي ما كيرضاش كيقول لك لا ما شنو تقول له، واش تبقى جالس في الدار ولا تخرج تجيب رزقك بالحلال وتقاتل على وليداتك؟ قلتي شوف قول سبب لي يا عبدي وانا نعينك. الا كنت قلت لي في التحيه رزقك كترضى بالقليل راه تيجيب الله الكثير. كتكافح كتجي كتقول واحد النصيب ديالك كتخرج كتكل على الله. اي دومين، اي في كرانطيطا، اي في المضوله، او في البناء، او واش في الفلاحه، بزاف ديال الحوايج كاين ما يدار. ماشي هي كتمشي تبيع وتشري حويجات، المهم كتفكر شنو غادي الحياه ديالك اليوميه شنو غادير. ملي كنت غير تربع وانت كتلقى الماكله في الدار وما كتلقاش هذاك، راه ما هكا كتربي هكاك العكز، راه خدمه راه ولف. وخص الانسان بحال مجوج بحال ما مجوج خصو كيقول يفتح يرزق باش غيكون راسو. كدير عندك عاود تذكرنا خويا؟ عندي جويجات وثلاث في الطريق. شحال في المدام عندها دابا تقريبا في شهر؟ عندها شي 7 شهور ونص، 17 ونص. الله يسلمك الامور، الله يسلمك شي خبر بخير اخاي. الله يسلمك الامور. اذا المتابعين ومشاهدينا الكرام، مثال للشباب المغربي اللي كيشتغل بجد كيجيب الرزق ديالو بالحلال بطبيعه الحال. هو كياخذ ابراهيم فوقاش كتخرج من الدار في النهار؟ في القصه ديال العصر حتى العشيه. كتخدم اذا هي من العصر؟ من العصر للعشيه على حسب. عاود كاين عاود ملي كيكون بحال دابا يكون الكره، ملي كتكون عندنا حنا فاس ما كنطلعو كنمشيوش كان هذيك كتكون الكره كاين الماس كنطلعو لها. عاد كنتلعب بسبب الاربع مع الوداد اللي عاد طلعنا لها، الامور دازت مزيانه وقالوا احسن جمهور، ما كان لا صداع ما كاين حتى شي حاجه للجمهور، حنا رحبنا بهم. كاين ان شاء الله انا هاد السبت هذا مع الخمسه د العشيه ان شاء الله غنكونوا تمايا. كيجيب الله التيسير معاهم، ما كاين لا صداع لا والو، ما كاينش. حنا ما عندنا الهدف، ان شاء الله غنطلع. نعم واخا. اذا نخليوك ما غنطولوش عليك بزاف خويا ابراهيم، خليوك توكل على الله. اذا متابعينا ومشاهدينا الكرام، كنا معكم في البث المباشر هنا دائما من مدينه فاس. السي ابراهيم شاب طموح كيشتغل على وليداته بالرزق بالحلال، كيجيب لهم رزقهم. ما هو ما فضلش شي حاجه اللي غيمشي الامور يعني ديال الحرام، هو بالحلال بطبيعه الحال. راجل بكل ما تحمله الكلمه من معنى. هذا هو الشباب اللي كيخرج ما كيبقاش جالس في الدار كيعكز وكيتسنى واحد اخر ما عرفش شنو يصرف عليه ولا هذا. لا نخرج سبب يا عبدي وانا نعينك، نمشي نقضي باللي عطى الله وانا نعينك بطبيعه الحال. الرقم ديالو راه خلينا لكم في الشاشه بطبيعه الحال المتابعين ومشاهدي قناه شوف تي في. نعم تفضل خويا. تبدي كاري كيجيب الله التيسير كناكل ونشرب. قربنا من المصاريف ديالك اخي ابراهيم. مصاريف ما محدوداش، كل نهار ورزق شنو كتخسر على حسب الصالير ديالك اللي عاد تصور. كيجيب الله التيسير، مره كتخسر كثير مره قليل، المهم واكل شارب لا مالك الحمد، هادشي اللي كاين. عاود كنجمع فلوس الكرا كنخلص الكرا، عاود كتجمع كاري تقريبا عندي 60 فرق عندي في الشهر. حتى واحد المره مسكينه كتصبر معايا، كنت بحال دابا كنت كنعطيها بالعام، وليت كنجمع لها بثلاث شهور اربع شهور كنعطيها لها، كتمشي وتجي. كنعاود كنولي رسي معاها، كنولي عاود نجمع حتى اربع شهور ست شهور كنعطيها، كتصبر عليا. كنت في الاول كانت ميسره شويه، مع كورونا كنزير شي شويه، كنت ديما كنجي وكنتلقى المسائل ديالها، ولكن دابا عاود هي صابره معايا. وانا عاود ما كنكرهاش، كنجمع لها عاود اربع شهور عاود خمس شهور
كنجمع لها 60,000 80,000 كنعطيها لها عاود كتمشي عاود واحد 4 شهور 3 شهور كتما عاود جايه كنمد لها البركه ديالها. عارفك عارفاني كونفيونس ما نديلهاش ديالها. كنت معاها بالوريقات دابا واخا ما دايرش مع الوراق كنقول لها منين تبغي عاود عطيني غير المهله عاود ديالها ديالها ديالي ماشي ديالي. هذه الطبيعه ديالي انا. كلام مهم لا مالك الحمد غاديين بخير. الله ييسر لك الامور. الله ييسر لك عاود الصناعي عاود ملي كتكون مزوره الصناعه كنمشيو للصناعه. المهم ما تقلقش. كنت خدامي من غير الكرونطيطا. في البيع والشراء دابا انا حاليا دابا غير الكرونطيطا. كنت خدام في هذه الايام في رمضان قبل رمضان راه وقع لي مشكل مع الصناعيه المعلم كتجي كتعاود كان اللي هو ما كيطلب لك الثمن. وما كي انا معلم انا كنكون زايد عليه شويه ولكن جاي معاك معاون ما كيخدمش. انا كنجي بحال دابا انا مثلا جبت معايا الدراري خصني يعطيني عاود مثلا الاجاره ديالي حتى الصناعه الثمن ديالها ما بقاش كما كان. دابا شحال من واحد كنجيبو كنقول له تخدم معايا نعطيك 100 درهم ملي كيجي هو ما كيستاهلش 100 درهم. انا معلم منين نجي انا المعلم انا نعطيه مكسر من حقه هو ما مصورش معايا ما يمكنش. انا كان وقع لي واحد مع واحد السيد المهم ما نذكرش سميتو جيت كنت خدام مع واحد السيد امور كنت غاديه مزيانه صابر معاه هو عاود صابر معايا حتى هو ما خسرش خاطر هذاك المعلم معاه مزيان ولكن ملي جا في هاد العواشر عطل على الشغل جبت معايا واحد السيد يخدم معايا ساعه قال لي انا كنصلي كندير قلت له خويا منك المولك صلي انا ما تقوليش حدا توقع للدور سير صلي العصر صلي هو ما صلى ما والو. جا السيد قال لي انا كنوجد واحد النوطه ما وجدش واحد النوطه معايا. جا السيد هو عينه في البلاصه مع قلت له واحد الطبق قلت له كتعرف اش دير قلت له باغي تخدم على راسك تخدم على راسك. واحد السيد انا خدام معاه نجيب غير شي دريري غراي وصوب كما كتعرف مونتي قال لي كنعرف ساعه هو من السيد هكا بقى فيا الحال باش ساليت كاع تمصنعت كراس منها كاع ما نوليش ندور بها فيها خصايل. جا السيد جاب معاه مونتور ما خلاليش الشغل ديك الساعات لقيت هذه الشغل ديال السيمانه كنطلع انا كنقلب معاه خدام مابقاش كنصور ما كيبقاليش الشغل ما نخدم انايا. هذه باش كنقول لك التابعه ما مزياناش. جيت انا قلت له جيب شي دراري كذا هو هو صافي هو طمع في البلاصه قلت له انا بلا مشكل درت هكا المعلم قلت له خويا انا صافي خدمت معاه شي ثلاثه سيمان زدتهم معاه. جا قال لي المعلم العواشر ما العواشر قلت له خويا العواشر عليك نتايا قلت له الله يعاون لي سامسك من مقاش شي مشكل مشيت بحالي امور عاديه. انا تكون نخدم بالايجار دابا كمرتاح كنخدم بخير هذا كنبيع ونشري كنهاري كنصور ولا مالك الحمد كنعس مرتاح ما عندي مشكل ما داير مشكل. نعم. ما كنكمي حشيش ما كنشرب شراب كنكمي الكارو انا والدي ما كيعرفونيش كنكمي الكارو. نعم. تا قلت لهم انا راه كنكمي غير الكارو ما كان ما عمري شافوني كنكمي ولكن مده ولكن غير مشكل ديال واحد كنبقى لي واحد مشكل فتيلي بسبب باش كميت الكار وانا ما نكميش ما كنعمرش راسي بالبليه. نعم واخا قلنا الرقم ديالك اخويا انت صراحه خصك شي كيوسك يكون كبير شي مشروع شي ما كرهتش ما كرهتش شي مشروع ولكن هذا رزقك. لا في هذا الكرونطيطا بحال دابا دير واحد بحال موتور ودير له هكا دي ديكور ديالو ديرو الدور تبيع متجول الدور البلايص ما حد باك الوقيته ديال العائله. نعم درتي موتور ما كاين مدارس كاين لا فك تكون بعيده دير درتي موتور ودرتي هذا الشيء هذا جاب الله التيسير كتكون. نعم مع الناس كتكون الرقم ديالك كاين ممكن كاين الناس اللي ممكن انهم يدخلوا معك في شي يدخلوا الرقم ديالي 06-61-94-74. نعم خليتيه دابا في الدار ولا انا لا خليتها في الدار النمره المهم خليتها المهم في الليل تكون شاعله. نعم هذه النمره ديالي قديمه. نعم الله يسهل لك الامور اخويا ابراهيم ما غنشدوكش بزاف. اذا متابعينا ومشاهدينا الكرام انتم معنا في هذا البث المباشر دائما هكا عايش خونا ابراهيم بطبيعه الحال مغربي يحمل بطاقه تعريف وطنيه شاب مكافح كيمشي يجيب رزقه بالحلال بطبيعه الحال. حكى لكم عشنا معاه الحياه ديالو كيتقاتل على وليداته بطبيعه الحال كاي مغربي بطبيعه الحال. كنحيوه وكنشكروه بزاف غادي نتمنوا له التوفيق والسداد في المسيره ديالو في العمل ديالو. الى موعد اخر بحول الله. شكرا.